طيب تعالوا بقى نروح ونتابع مع حضراتكم أنشطة لجنة الطفل بالنادي الأهلي اللي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية أقامت مهرجان تعريفي للأسرة المصرية عن الملاحة الرياضية. هي عبارة عن إحدى الرياضات العالمية ولجميع طبعا الفئات ولجميع الأعمار السنية. المهرجان ده أقيم تحت رعاية الاتحاد النوعي للملاحة الرياضية وهنتعرف على جانب من هذه الفعالية من خلال هذا التقرير ونرجع نجاح. أعضاء سجلوا في العلاقات العامة وأنا كعضوة لجنة خدت الأسامي من العلاقات العامة وعملنا لهم جروب واتساب بدأنا نتفاعل معاهم نظمنا معاهم إمتى هيقابلونا في صالة راتب وقعدنا في صالة راتب. طبعا ندوة يعني تم إلقائها من الاتحاد ومن دكتورة نداء ومن أستاذة سهى والأعضاء كلهم فرحانين بالموضوع ومتحمسين. تم التنسيق من خلال مجموعة من الاجتماعات التحضيرية مع لجنة الطفل حتى تحقق لنا هذا الحلم. باليوم الأول النهاردة متواجدين في النادي الأهلي فرع الجزيرة عبارة عن ندوة تعريفية بالملاحة الرياضية وإزاي تمارس وإزاي هي لعبة الجد والحفيد إزاي الأسرة بالكامل تجتمع في ممارسة هذه الرياضة. دي رياضة جديدة لجنة الطفل بتعرف عليها الأعضاء النهاردة. الرياضة دي بتعتمد أكتر على 60% بالتشغيل ذهني و 40% بدني. ان احنا بنعلم الولاد ازاي يستخدموا البوصله من خلال خرايط وبنحدد لهم نقاط في اماكن معينه ان هم يبتدوا يدوروا على النقط دي وفي الاخر اكتر واحد بيجمع نقط هو اللي بيبقى فايز. رياضه جديده بتمارس من خلال الاسره كامله مش من خلال الاطفال بس، فبالتالي احنا كنا عايزين نعمل حاجه مشاركه اسريه ونقدر نشارك فيها كل اعضاء الاسره كحاجه تربويه، وده المنهج اللي احنا الحمد لله حطيناه لجنه الطفل ان احنا نمشي دايما كل ايفنت نعمله نطلع منه حاجه فكره تربويه وهدف تربوي تقدر الاسره كلها تستفيد بيها. لانه النادي الاهلي اكبر كيان رياضي موجود في مصر فكان شرف كبير جدا لينا ان احنا نحاول ان احنا ندخل الملاحه الرياضيه من خلال النادي الأهلي. فكنا سعداء طبعا انه من خلال اللجنه العليا من خلال لجنه الطفل انه كان في ترحيب انه يعني الاعضاء يتعرفوا اكتر على النوع ده من الرياضه، رياضه جديده جدا كلها مغامره وحاجات حلوه كتير جدا ممكن الاطفال يتعلموها. كانت حاجه جديده، انا شفت طبعا الايقونه على الفيس بعتوها لي على الجروب فانا حاجه جديده، فلما جيت ما كنتش عارفه عنها ايه الملاحه دي يعني، فطبعا سياده اللواء شرح لنا بطريقه جميله جدا، وزعوا علينا الخرايط، وزعوا علينا الكروت، وضح لنا بفيلم مبسط. عجبني الصراحه الرياضه جدا وكان فيها تشغيل مخ كتير وكنا بنجري كتير والموضوع كان فيه منافسه اصلا ما بيننا كمجموعه وكنا بنجري مع بعض مين اللي يوصل الاول وبنجري وشغل دماغنا وكنا بنتوه شويه بس بعد كده كنا بنرجع نركز تاني ونروح للهدف الصح. شاركت مع المنتخب كذا بطوله، 5 بطولات دوليه تقريبا، منهم بطوله في 2017 في مصر الدوليه بطوله شرم الشيخ و2017 برضو كان في تركيا وشاركت كان بحر متوسط وشاركت في بطوله مصر الدوليه وبطوله البحر المتوسط في 2018 مدينه الاسكندريه وشاركت في بطوله العالم للشباب في 2019 في الدنمارك. كان يوم جميل والنهارده برضو اللي هو ايه العائلات حتى هنا مبسوطه باللعبه وحبوا اللعبه يعني بالنسبه لهم حاجه تجربه جديده وكده. استفدت اللياقه البدنيه اولا والذكاء يعني مثلا تفكيري ازاي ومثلا بتخش في اماكن وتطلع منها، يعني مثلا دخلت من حمام السباحه كده وطلعت من مكان وعند النقطه بالظبط وتهت برده ورجعت نفس النقطه ووصلت لها تاني، وده برده بتتعود على النشاط والسرعه البديهه.